السلام عليكم. في سؤال جاي بيقول انا عايز اتعلم او عايز اشتغل في المنشآت الستيل، الحاجات المعدنية، اتعلم ريفت ولا تكلة؟ الصراحة تكلة اقوى في موضوع الستيل ومطلوب في السوق، فانصحك بتكلة. وفي تحليل انشائي، وفي لو انت عايز تشتغل كونكريت موجود فيه، ف التكلة يعني في موضوع الستيل خلاص، تكلة ملوش بديل في الستيل.